ونقول لقد أتينا إلى هذا الفن من الواقع. سنقوم بنقل من الفندق ده ولا يوعي ماسك واحد ده بحط ماسكين. هشوف أنا وعشرة ومية ومئتين وثلاثمية ألف، ولكن الفن هو فن الاختيار وبراعة الاستبعاد. الفنان بإبداعه هو عبقرية الاختيار وبراعة الاستبعاد. أنت اخترت هذا الحدث بالتحديد وأطلقت عليه فنا، فقول أنه فن الله. هيشوفه ب 300 مليون. نحن نحط المعلم. أولا كلامي ده مش مطلق، لأن هناك استثناءات أكيدة في الفن وفنانين عظماء حققوا قيمة مضافة لهذا المجتمع، ولكنهم قليلون. والإعلان أو كلام الإعلان والقنوات تعمل بالمقابل. لو عملت عمل محترم ممكن هيبقى الشروط علشان يبقى في